تتصاعد أهمية الغاز الطبيعي على منح الطاقوي في العالم، إذ أصبح يحكم جميع التجاذبات الجيوسياسية محور من بين محاور الندوة التكوينية لفائدة الصحفيين. هذا التربص راح يعطينا فرصة أكثر لمعرفة ربما بعض التفاصيل التي تتيح لنا ولا تسمح لنا بالعمل بأريحية. ستساهم في تنوير الصحفيين بكثير من الأبعاد والخلفيات والخفايا وعلاقة الترابط الوثيقة الآن بين موضوع الطاقة عموما والغاز على وجه الخصوص. نشجع تكوينات لصحفيين ترفع بمستويات أدائهم إلى درجات عليا. من منطلق أعطيني اقتصاد أعطيك سياسة، هذه كلها عبارة عن يعني كلمات مفتاحية نبني عليها أو بنيت عليها هذه الندوة من أجل تقديم تكوين نوعي لفائدة الصحفيين. الصحفي لازم يطرح لماذا هذه القمة تعقدت في الجزائر، معناتها أن هناك أهداف تريد الجزائر تحقيقها وبلوغها وهذا شيء شرعي. لازم نركز على أساس أن الجزائر في هذا المجال ممول ذو ثقة آمن وموثوق فيه في الأسواق الدولية. التكوين جاء لتبسيط وفهم واقع التحول في الأسواق الطاقوية والرهانات والتحديات المقترنة بالمشهد السياسي. احتضان هذا الحدث تكوين 60 صحفيا وتنويرهم في مجال إنتاج الغاز يعتبر حدثا يخص تقوية جاذبية الجامعة الجزائرية مع محيطها الاقتصادي. هذو الاثنين نقدر نعتبروهم قوى أساسية في المجتمع، الجامعة للتنوير والإعلام كسلاح لتبليغ الرسالة نتاع الجامعة ونشرها في المجتمع. ضرورة رسم خلفية وصورة عما يحدث في العالم في شقه الاقتصادي خاصة الطاقوي هو ما يسعى إليه التكوين تحضيرا للمنتدى الغاز الذي سينعقد في الجزائر.